اصنع نسخة أفضل من نفسك، عنوان كتاب يعنى بتطوير الذات، هو الإصدار الأول في طريق إبداع ابنة 14 ربيعاً مهرة علي آل علي. تخاطب فيه بلغة بسيطة وسهلة عقول أبناء جيلها من طلبة المدارس حول الثقة بالنفس وبناء الطاقات الإبداعية. تبحر مهرة بين أمهات الكتب لدعم معارفها وطموحاتها، فهذا الإصدار مجرد بداية رحلتها في عالم التأليف. عمري 14 سنة، كتبت أول كتاب لي قبل سنة. كتابي تطوير ذات عبارة عن 7 طرق تساعد الشخص يستوي أحسن نسخة من نفسه. اللي خلاني أكتب الكتاب وحبي للقراءة وكيف القراءة غيرتني أنا شخصيا، ومع شفت أن معظم الناس اللي في عمري يشوفون أن القراءة مملة. وفعلا يوم كنت أقرأ كتب تطوير ذات كانت وايد معقدة وكان فيها كلام وايد، فأنا حبيت أني أكتب كتاب سهل ومفيد عشان يحببهم في القراءة. موهبة صقلت بدعم أسرة مهرة التي دعمتها منذ نعومة أظافرها، فضلا عن الدور الداعم لها في المدرسة، وها هي تجيد 3 لغات لتساعدها في تنويع مصادر مراجعها بثقافات مختلفة. عائلتي وايد شجعتني على القراءة من كنت صغيرة، وأنا ما كنت من محبين القراءة، بس عقب ما أمي عطتني كتاب اسمه The Four Agreements شخصيتي وايد تغيرت وايد تأثرت من الكتاب، فبديت أحب الكتب وخاصة تطوير الذات، ومن هناك بديت أقرأ وهاللي خلاني أكتب كتاب. لم تخفي المهرة طالبة الصف العاشر اهتمامها التعليمي ليمتزج تحصيلها العلمي مع الإبداع في الكتابة، منطلقة بقوة نحو الإبداع في عالم التأليف والنشر وتطوير الذات. تمثل مهرة علي نموذجاً لمواهب طلابية واعدة على مقاعد الدراسة ضمن جيل يعقد عليه الوطن آمالاً وتطلعات لمستقبل زاهر ومشرق في المجالات كافة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، الشارقة.